بعد ما الناس تكلمت هيدا الذي كنا خايفين منه. وصلنا المرحلة دي إيش؟ إن إحنا نقلق. ما قد حصلت إن إحنا أغلقنا المركز. ليش؟ لأن كل حلول ترقيعية. ما حد صراحة يعني لفت لنا بعين الاعتبار. خلاص يمشي المركز، يلا يمشونه زي ما يمشونه، نجيب من هنا نتوسل لده، وأنت جيب يا فاعل الخير فعل لنا حرام المرضى والمرضى. للآن كيف الحل؟ إيش الحل؟ نناشد جميع الحكومة، ناشد الفاعلين الخير، المنظمات، بصراحة أي حاجة. وكمان ناشد وزير الصحة، وزير الدولة يعملوا لنا موازنة تشغيلية عشان الأمور تمشي، مش فترة ونوقف. ما قد حصلت إنه صوروا وشوفوا كيف المركز فاضي، يعني بصراحة يعني حاجة يرتى لها. طيب إيش الحل؟ يعني بصراحة يعني زي ما يقولوا نفض صبرنا، ولا تسمعوا المرضى بتبكوا عليهم. سبب المواد غسلتين، والحين ما في. لو تشوف على هذا الكرام تكون تقول ايش تقول، سلموني ايش يموت ممكن يربخني. والله العظيم هذه بنت عائشة في الكلوي تغسل، كانت بالأسبوع 3 غسلات وخفضوها إلى غسلتين بسبب نقص المواد، والحين خلصت المواد نهائيا والمركز مغلق، والحين يقولوا ايش يوزعون على المستشفيات، مش عارف ايش عاد النتيجة. وكما تشوفوا البنت على أكسجين بسبب زيادة السوائل. الحق زعل.